من القاهرة سلمى علي محمد، تاني مقرر أدبي. ألف مبروك يا سلمى. الله يبارك فيك، أهلا بحضرتك. أهلا بيكي، ويعني ده نتيجة مشرفة جدا. الحمد لله الحمد لله. وأنت تاني مقرر، هو المقرر ده بيبقى يعني ايه الفرق بينه؟ هو الحروف الابجديه بس، الحروف الابجديه. انما نفس الدرجه يعني. نفس الدرجه. ويا ترى الدرجه كام؟ 407. 407 من 410، ما شاء الله. يا ترى الاسره يعني لما سمعت الخبر ازاي؟ اولا محدش كان مصدق والله يا استاذ معتز، كلنا قعدنا نعيط، بابا ما كانش مصدق، كلنا قعدنا من الفرحه طبعا. والعيله كلها جت، انا قاعده في اوضه الوحيده مش عارفه اتكلم، كلنا فرحانين الحمد لله. الحمد لله. وانت عرفتي ازاي؟ الوزير كلمنا. الوزير كلمك؟ اتصل بينا على الموبايل بابا، وبعدين كلمني وقال لي بقى. وقال لك ايه بقى؟ احكي لنا كده. هو اول ما اتصل قال لي انت قاعده ولا واقفه؟ قلت له لا واقفه. قال لي طب اقعدي في الراحه، انت طلعت الثانية على الجمهوريه. ما قدرناش بقى نمسك نفسنا من العياط، مو قاعد تحمد ربنا بس. الله، ده يوم جميل اكيد في حياه الاسره الحمد بتاعتك. لله الحمد لله. هو انت يعني بكل صراحه متعوده على التفوق ولا الموضوع كان مفاجئ؟ لا ده مين اللي بيزغرط ده جنبك؟ لا الاسره كلها. ربنا يكتر من افراحكم. ربنا يخليك. انا على طول بطلع من الاوائل بس اوائل المدرسه. على طول بطلع من الاوائل بس اوائل المدرسه، يعني عمري ما عملت مستوى الجمهوريه والاداره. بس على طول ما هي درجاتي كده، بس كانت بس اوائل المدرسه يعني. يعني انت متعوده على التفوق، يعني مش جديد عليك. بس دي حاجه كبيره، يعني دي حاجه كبيره عليا قوي، انا ما كنتش متوقعاها والله. مش درجه الجمهوريه. مش الحمد لله كله بفضل ربنا. ده حاجه جميله جدا، و100% انتوا هتحضروا يعني حفل للتكريم، و مصر كلها بتتكلم عليكوا طبعا، وده شيء انتوا بتستحقوه يعني يا سلمى. الحمد لله. لو حبيت اسالك على يعني تخطيطك للمرحلة أو للخطوة الجاية أو لمستقبلك الأكاديمي. أنا نفسي أدخل إعلام إنجلش. نفسك تدخلي إيه؟ إعلام إنجلش. إعلام إنجلش. تمام. يعني طب كويس، دي الدراسة. أنت طموحك إنك تبقي فين؟ تشتغلي إعلام إنجلش، تشتغلي مثلا مذيعة بالإنجليزي؟ أو ممكن مذيعة. أو صحفية مثلا أو. بس أنا عاوزة مذيعة أكتر. مذيعة اكتر. طب واخترتي الانجليش ليه مش بالعربي؟ مش انا حابه اللغه، يعني حابه اكمل انجليش، مش عاوزه عربي. فيبقى في اعلام من ناحيه، ومن ناحيه تانية يبقى في دراسه لغات. تكتسبي اللغه اكتر واكتر يعني. ايوه طبعا. تمام. ولو سالتك السؤال التقليدي، تفوقتي ازاي؟ كان بسبب المذاكره بس ولا اسباب تانية؟ لا طبعا مفيش حاجه بالمذاكره بس، كله يعني بجانب المذاكره كان ماما وبابا بيعملوا، والاسره كلها بصراحه كانت بتساعدني. ربنا طبعا فضل ربنا، والمدرسين طبعا ما اقدرش انساهم، كلهم ساعدوني. انا لوحدي ما كنتش عارف اعمل حاجه، فالحمد لله. تمام. يا ترى بابا وماما ادوكي اي كده يعني مكافاه كده ولا زودوا المصروف؟ بابا لسه وعدني بالعربيه بس لسه ما جابهاش بصراحه. يا سلام، عربيه. كان وعدني من اول ما الوزير يقفل يجيب لي العربيه، بس انا لسه مستنيه. ده انت ما حدش هيبقى عارف يكلمك من الاوائل وعندها عربيه. طيب الف مبروك، تحياتي ليكي ولكل الاسره، وربنا يكتر من الزغاريد من الافراح. سلموا على حضرتك، والله كلهم بيسلموا على حضرتك. سلمي عليهم كلهم. شكرا. الف مبروك. دي كانت سلمى علي محمد، الثاني مقرر ادبي، جابت 407 من 410، يعني يا دوبك ثلاث درجات كده يعني، بس يعني حاجه حلوه وبنوته جميله وظريفه ومقبله على الدنيا، والفرحه في صوتها. هي سلمى على فكره من القاهره، وواضح ان اهلها بيدعموها وفرحانين بيها، وربنا يا رب يكرمها ويوفقها.